هي خطيت. انا مش في بلد عربي. لا لا بس انا كان حظي حلو معلم. بس انا بتكلم ان انا بقى لما شفتها بالتلج انا جالي هسفس. انا اتضحك عليا. جيت لي فريم ما لقيتش التلج. بس انا كان حظي حلو. اللي طلع عليها سويسرا المغرب معلم. معلم والله معلم. هما كان حظهم وحش بقى المرة دي بقى بره عني. انا جبتكم الفران وعملت اللي عليا. الناس قعدوا يكتبوا لي يقولوا وديهم افران وديهم افران. وعملت على انستجرام في تلج في افران ولا لا. كنت قولوا لي مفيش. كنت جبت تلج من مرجان وانا جاي. كان اللي برد معلش. ما لقناش تلج. اي مكان من الكلام ده. ايه؟ ما لقناش تلج. البرد استقبلنا. لقينا واحد فيهم. بس هو في برد صراحة. بس انتوا ايه رايكم في المدينة؟ حسيتي بيها ايه يعني؟ سويسرا. والله لوحدي انا ما قلتلهاش حاجة بقى. لا هي مذاكرة قبل ما تيجي. فتعال نلففهم شوية كده بقى. عند الاسد. تعال ناخدهم عند الاسد. عند السبع. يلا بينا. ايش يا اختي ايش شفتي الاسد؟ السبع. سبع افرين. مدام سبع البرومبا. مدام اتصورتي عند الاسد يبقى انت كده جيتي افرين. تمام؟ انا بقى ولا الاقي تلج مش فاضيالي. افرين بقى هي افرين شتا. بالنسبه لنا افرين شتا. مدام شفتها في شتا ما عندك طرح. ما تحملش يعني. لا عم عسل. قلت له صح؟ قال لي صح. كنت اقول له كاينه كان هيقول لي كاينه. ايه يا ابني ما تقول اي حاجه للناس يعني. مش هتقولوا حاجه؟ انا ما شفتش. قول اي حاجه للناس يا ابني. ايه رايك في افران؟ ايه ده؟ انا اللي ايه رايي في افران؟ ما تقول يا ابني ايه رايك؟ كان نفسي اجيبكم والله ويبقى في التلج انتوا اللي حزكوا فقر. لا هي من غير تلج حلوه. هي سويسرا كده او كده سويسرا. بس انا افران عشان شفتها بالتلج وجالي هيستيريا. خطيت. انا مش في بلد عربي. لا لا انا فجاه رحت حته ثانيه. ايوه انا فاهم. بس انا بتكلم ان انا بقى لما شفتها بالتلج انا جالي هسفس والله. جالي تخلف اقسم بالله. ما شاء الله. التلج من غير هي تلج اصلا. ساقعه. ايه؟ هي ساقعه برده ولكن زوينه. ساقعه بس حلوه. صورتك أيوة. انا صورتكيش. صورتك عند السبع. انا على جاكيت والله. على جاكيت. انت برد. دي بني ادمة مفيش. ما عندهاش دم. مفيش دم والله. كده كده قدام المغرب كده كده يا تشيلا. لا والله مفيش ليش تمك. انت فوق راسنا هنا والله. والله يا حبيبي. ما عاد ليش تمك. انتوا اهل الخير والله. لا انتوا اسبق. انتوا كمان خيركم سابق. طيب احنا كنا يعني احنا طلعنا اسمها ايه؟ طلعنا ايه المنطقه اللي فوق؟ انا كنت عم اقول لك شفشاون. مش ليفن. مش ليفن. لكن ما لقيناش شليفن. ما لقيناش مش ليفن. ما لقيناش تلج. فلفينا من نص الطريق ورجعنا. قلنا ياخدوا صور هنا اصلا ونشوف مدينه تانية يعني. فانا بفكر اخدهم وانزل مكناس. بيني وبينكو نورة جهل برد. بخصوص مكناس عايز اوصل رسالة. على الانستجرام لقيت مرة واحدة من فترة حوالي شهر ان الناس خلوني انا وحمزة صديقي اللي بتشوفوه معايا اللي هو ولد مكناس خلوني ان احنا متخانقين. واحنا مش متخانقين يعني. والله احنا مش متخانقين. فلقيت الكومنتات جيالي ورايحاله وجيالي وجيالي انت ليه متخانق مع حمزة وليه مش متخانق مع حمزة. قلت له حمزه هو احنا قلت له احنا متخانقين هو احنا متخانقين. فاستغربنا فسيبنا الناس. فلما سيبنا الناس كتروا. انتوا فاهمين يعني كتروا بقى. لا لا ما يصحش كده. فسيبناهم بصراحه. انا كل يوم بتكلم مع حمزه. زي ما قلت لكم كنا بندور على المدينه اللي قريبه لفران. قلنا ننزل نغطت على حمزه ونقول لك يا حمزه دابه تبارك الله. الحمد لله ان في كلمه قالتها لنا بس طلعت. نورا انت كنت عايزه ايه من شويه بتقولي ايه؟ كوليني 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 فضحتيني. نور ما
صورتها بنحاول ننزل صورتها على علبة الجبن. طبعا انت عارفين ايه بتأكلنا بس والله. ايوه ما سبحان الله انت عايز ايه؟ انا ما بلحقش. تاكلي فراولة؟ اه تاكلي فراولة. قولنا حاجة يا جماعة مني. احنا جايين لك يا حمزة ومرحبا مرحبا بينا عندكم في مكناس، تحيات الاهلي مكناس، يلا بينا على مكناس. هو المفروض ان احنا كنا في افران وقلنا نهبط لمكناس. انا حاسس جايين لمكناس عشان نحسن لسان. احنا قررنا ان احنا نحسن لسان. حد خليه بغص هت ايه؟ هنقرع له. شكرا يا عم. هتقرع له؟ كل شيء رهيب. لا لا خليك اقرع. لا ان شاء الله عليك. هتقرع؟ هيقرعك؟ اسمها ايه؟ انت مالك اسبهنيت ليه؟ طب بص احنا هنرجع له، هنرجع بعد ما نخلص نشوف، هنخلي الناس معانا هي اللي تحكم. لسه شويه وخا ربنا يستر. وريني انت كده شكلك كده عامل ازاي. يا وريني ايوه سرح يا اخويا سرح صافي. لما نشوف بقى انا هعمل كده ونشوف ايه اللي هيحصل. ايه يا عم سامي ده؟ يا عم سامي هي 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 والوان ولا انا بتهيألي ولا انا اللي مش شايف؟ ايه يا عم الكلام ده؟ الكلام ده كبير. الراجل ده عمل فيك ايه؟ ها؟ عمل فيك ايه الراجل ده؟ تبارك الله عليك اخويا والله. هي المعلومة اخويا المعلومة دي المدرب. لا تبارك الله. لا انا ايه؟ ايه انا في لا معلش يا جدعان بس انا جيت مكناس وحسنا لسامي فهاش مشكله لما انا اجيب. لا لا حاشا لغايه الازرق واستوب ابويا بص هيتبرى مني. لا يعني ممكن ندير بروشنج بقى يا اسطى. احسن بروشنج طبعا. انتوا مليتوا معايا انا اسف سامحوني. زي ما كنت بقول لكم بخصوص حوار حمزه ومكناس، اصلا مش حوار يا عم. يا جدعان والله ما في حوار والله. وحشتك المسخوت والله. عايز اقول لكم قسما بالله الناس عماله كومنتات هنا وكومنتات هنا. انت ليه متخانق مع حمزه؟ وليه اكيد درزنا اخو. والله العظيم ما كانت فله قسما بالله قسما. والايام المفترجه اللي داخله علينا ما في. انا كل يوم يومين بتكلم مع حمزه ولكن الناس مقلبت. بس هي الفكره ان الناس يعني ما تعرفش مين اللي الحق ده. حمزه واحمد متخانقين هوبا حصلت بوم هوبا. طب خلاص خليكوا بقى يعني حشوم والله. اقسم بالله ما تفارقنا يوم واحد يعني. احنا دايما بنهدر. انت فين هدر اخويا وصاحبي صعيب صعيب جيش حد يتفرج. يا جدعان انا الواد ده عشيري. بص الصاد الصاد ما مكين واد. اعوذ بالله عرفنا نفهم غلط. بس يا جدعان قسما بالله انا كان احملك على اخويا حمزه كل حب والله العظيم. هو واسرته كاملين وتحياتي لاهل مكناس. يا عم خلاص بقى مصيبتي. انسوا اللي انا قلته انسوا. ف المفروض ان احنا ننزلوه. هو الجو ما الجو ساقع يعني. الجو ما يساعدش ان احنا نعمل اي حاجه. بس عايز اقول لكم في ناس بعتت لي انت ليه ما بتثبتش في بلاصه يوم ولا جوج. هقول لكم لان الوقت صغير جدا. هم مش اخواتي مش جالسين معايا لغايه رمضان. فبحاول انططهم في كل مدينه حتى لو يوم. انتوا فاهمين؟ فانا جيت لحمزه المفروض ان هو يكبر بيا وباهلي اللي معايا. بس هو ما هو جلستك في قهوه. جلسني في قهوه لسه ما طلبتش. انا راح اخلص. تعال نشوف ايه اللي هيحصل. ايه الاماكن اللي ممكن اوديهم هنا يتفرجوا عليها في الناس اللي مشهوره؟ باب منصور. كاين هديم. الهديم سيرج صواني. ها حمريه. لما كنت في الثقاف ديال هنا وقرا فكاش صراحه انواع ماشي انواع ديال بزاف بزاف. ممكن بزاف فاهمين حاجه ولا ايه الدنيا؟ سامعين اماكن. يلا نروح نوديك. طيب بجد والله انا عشان الكنيسة ما انتين. الله شو احنا شفنا حمزه خلاص. والله اهلي من الكنيسة يزعلوا. ما احنا شفنا حمزه عشان حمزة الممثل بدعم مكناس.
شفنا اهل مكناس كلها بيطبلوا له حمزه. ايه ده؟ لا احنا بنحب حمزه. وانا جميل انا جايبني الحا انا جايبني الحا لا والله العظيم شوف اللي اسمك اخر شنو هذا اللي ما بغيتوش تشتغل السعر ده زبط سعر وضروش نلف شويه بالعربيه والناس كانوا عايزين يتسروا معانا يعني شو ما ناس من كل جينا معروف. احنا ما نمناش من ساعة ما جينا من ساعة ما حطينا رجلينا في مطار المغرب. احنا ما نمناش. عايزين تشوف كله بقى. كل حاجة. من المطار. انت سائحة تمام. اه. والله العظيم. طب يلا بينا على الرباط هقول لكم ايه بس. نشرب القهوة بس ونمشي. اوكي. تحياتي لأهلي مكناس. نساليهم كده في الشوارع. نزلوا بيهم شوية ونتكل على الله نشد الطريق على الرباط. وزي ما قلت لكم احنا ما بنثبتش في مدينه كذا يوم علشان فتره صغيره خالص وهم خلاص مسافرين، فبحاول ادخلهم انططهم في كل مدينه يعني، فعلى قد ما بنقدر على قد ما انا بقدر والله. بس اهم حاجه انا متهل فيكم ولا ايه؟ عشان ما انت ايه؟ انا بتاتا. والله احنا تعبناك بس ممكن يا جماعه انا عايز اقول لكم حاجه، ممكن المره الجايه تودينا مراكش. اوديك ما ده كان ما دي مره اساسا. نفسي اروحها قوي. ده سند مين؟ سندك. ده جوزك انت ابو عيالك. مين حبيب بابا؟ كل سند ابو عيالي. اي عيله واحده بناتي. بس عشان اقول حاجه الحمد لله الحمد لله. احنا كنت بقول لك ان احنا عايزين نروح مراكش. انا بقول اصل الناس بتقول لي اتهلا في اخواتك. انا عايز اقول لكم مشكله حصلت لي ودي بدات اكتشفها. انا بدات ان انا انسى يعني، لما بقول كلام بالمغربي بيقولوا لي يعني ايه بالمصري بقيت انساه. لا لا سيبك انت، احنا بقينا نفهم مغربي يعني. تكلمي عن نفسك. انا بقيت افهم مغربي يعني. لسه قدامها شويه. انا اتعودت خلاص. يعني يا جماعه في ناس دخلت عيبت قوي عيبت او عايره هاجر عشان بتتكلم بالمصري مع نور او مع رانيا. يعني معلش يعني رايكم يحترم. لا يعني رايكم يحترم، بس انا عايز اوصل فكره. انا غير اخواتي، انا عايش معاكم، فانا كل يوم بتعلم. هما ما بتعلم يعني، هو ما فيش حاجه يتعلموا منها. دي حاجه. تاني حاجه دي اختي، مراتي بتتكلم مع اختي مش بتتكلم مع حد من الشارع عشان تيجي واحده او حد يجي يقول لها اختي اتكلمي بالدرجه. انا بحاول اعلم رانيا او بعلم نورا بالدرجه ده، يعني زي ما قلت لكم قبل كده دي حاجه هتعلينا مش هتوطينا، ان احنا نتعلم ثقافه اخرى تمام. بس برضو في البدايه ان هي مش فاهمه، اول مره تدخل المغرب، اول مره تطلع من مصر، يعني لو ما اتكلمتش معاها مصري مثلا يعني انا مش موجود وهي عايزه تقول حاجه لهاجر، يعني تتكلم قدامكم بالمصري ولا تتكلم من ورا الكاميرا قدام الكاميرا يعني يضحك عليكم. بس هي دي الفكره اللي انا عايز اوصلها للناس بعض الناس. يلا نشوفكم على خير. نفسي نشد الطريق على ايه؟ على الرباط. Sit down.